ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال بإذن الله. تكملة في تعلمنا الأساسيات دوت، هنتكلم عن مصطلح مهم جدا جدا جدا، ألا وهو الأبستراكشن. يعني ايه أبستراكشن؟ تعال ما نشوف كده واحدة واحدة من غير كل ده. الأبستراكشن بكل بساطة يعني وظيفتها، او المصطلح ده وظيفته، ان انا بقول له انت مش هتشوف الكلاس غير في الحاجات اللي انا عايزها بس. تاني يعني ايه؟ عشان بس نمشيها واحده واحده، تعال ما نبص على الابستراكشن واحده واحده. انا هاخد كلاس الاستودنت ده، هعمل كلاس تاني اللي هو بتاع البيرسون، فاكرين بتاع البيرسون؟ طيب عملت فين نيم والايج؟ سيبك بقى من الجريد ده خالص، وهنخلي البيرسون ده حطه هنا، وهنشيل الاند ايج الاستاتيك هنخليها كده، وهنشيل ده خالص، هرجع كل حاجة لطبيعتها عادي، وحط هنا البراكت with this dot name with this dot age، وهنشيل برضو البرايفت، وهنا هنشيل البرايفت، شيل ده بقى كله مش عايزينه اصلا. لحد كده في حاجة صعبة؟ انا بس ايه بنضف مش اكتر، برجع كل حاجة زي ما كانت. هنا هحط البراكت، وهنا هقفل السيمي كولون، هنا هشيل الامد ايج خلاص، اسف هسيب الجريد بس، وهشيل الاستاتيك، وهنا هشيل دي. لو في قبلك اي مشكلة انا بنظف بس، وشوف الفيديوهات اللي قبل كده. طيب الستيودنت انا هقول له اعمل لي اكستند من البيرسون، اعمل لي اكستند من مين؟ من البيرسون، اورث لي من الاب اللي اسمه البيرسون. لحد كده في حاجة صعبة؟ شيل بقى كده الهري ده كله. تعالى بقى ما نشوف الستيودنت. انا لو رحت عند الكلاس اللي اسمه بيرسون، جميل، وحطيت جنبه حاجة اسمها abstract، حطيت جنب اسم الكلاس كلمة abstract. abstract دي معناها ايه؟ تعالى كده، انا هكتب كلمة بيرسون، حلو، بعد كده هقول له انا عايز اعمل initialize من بيرسون، واعمل بيرسون. ايه اللي حصل؟ بص كده على الايرور، بيقول لك abstract classes can't be instantiated، يعني بالاخر ما تقدرش تاخد instance من اي abstract class. تاني، طيب لو انا رحت عند الستيرنت ده وشلت كلمة الابستراكت وعملت كنترول اس، روح كده على الميندو دارت، بينادي عليها عادي خالص. يبقى تاني الابستراكت بيمنعك ان انت تاخد instant من الكلاس. طب ليه؟ هو برضو بيحمي الكلاس بتاعك، بس بيقول لك انت من الاخر مش هتشوف الكلاس بتاعي غير باللي انا عايزه بس. طيب يا كلاس يا ابستراكت كلاس، طب انا اشوف الكلاس بتاعي ازاي؟ او اقدر اوصل للكلاس بتاعي ازاي؟ تقدر توصل بالكلاس بتاعي عن طريق ابستراكت ميثود اللي انا بحطها، وتوصل لها عن طريق برضو بحاجة معينة. طيب يبقى الابستراكت ميثود دي يعني ايه؟ يعني ايه ابستراكت ميثود؟ ابستراكت ميثود هي هياها نفس الفانكشن بس ما فيهاش بودي. يعني ايه؟ تكتب اسمها بس، يعني هقول له مثلا جيت بيرسون ديتيل او جيت ديتيل، جيت ديتيل، واقفل القوس واعمل كده، واقف كده عليها، بقت فانكشن بس abstract function. يعني ايه abstract function؟ ملهاش body، يعني عارف ده البody. طب لو انا شيلته كده بقت حاجة اسمها abstract function او abstract method. يعني ايه abstract method؟ abstract method يعني function ما فيهاش body. طيب انا عايز ترجمة اكتر هوريك، بس خلاني مش واحد واحد. بس في حاجة بقى، الابستراكت كلاس انا اقدر اورث منه؟ بس طالما ورثت من abstract class لازم تاخد كل بلاويه،
يعني ايه مش المفروض الابن بيورث من الاب كل حاجه؟ اه طب اورث بقى. راح عند الستيرنت، انا المفروض عملت فانكشن لازم يتعمل لها اوفر رايد عافيه. دي المشكله التانية. يعني انا هنا لو عملت هنا هقول له كرييت وان ميسنج اوفر رايد، عمل ايه؟ عمل الديتيل، بس عملها غصب عني. ليه غصب عني؟ عشان دي ابستراكت ميثود. الابستراكت ميثود غصب عني لازم اعملها. يبقى انا كده لو عملت دي كده وقمت عامل برنت اي حاجه، برنت اي حاجه جريد مثلا، المهم ان لازم اعملها. طب لو رحت هنا وعملت student dot ظهرت لي ايه؟ في get detail. طب ليه يا باشمهندس ظهرت لي get detail؟ لان هو ال student عادي مش abstraction، بس انت ورثت من class abstract class. فانت هنا لو عملت run هيرن عادي خالص grade. طب null، استنى، اه عشان نادى على ال get detail، عشان نادى على الفانكشن عشان تعمل لها اوفر رايت. طيب بص كده واحدة واحدة عشان عارف انك تهت مني. انا دلوقتي هتكلم عن الابستراكشن. يعني ايه ابستراكشن؟ الابستراكشن هو مفهوم من مفاهيم ال OOP. حلو. طيب بيعمل ايه المفهوم ده او وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيمنعك ان انت تاخد اوبجكت، اسف، تاخد انستانس من الكلاس بتاعك. ما تقدرش تعمل السطر ده من الاخر. طيب طب انا عايز اوصل، اوصل ازاي؟ بتوصل عن طريق ميثودز معينه او طريقه تانية هقولها لك كمان شويه او في الفيديو الجاي ان شاء الله، بتقدر توصل منها للكلاس ده. يعني من الاخر انا بحمل كلاس برضو بتاعي، بس بقول له انت مش هتشوف الكلاس بتاعي، انت ما تعرفش عنه اي حاجه، انا هدي لك بس حاجات تبص عليها، الحاجات دي هي اللي انت تستعملها بس كده. طيب ازاي بقى؟ الابستراكت كلاس بيخليك ما تعملش انستنس، بس ممكن تعمل منه الميثود العادية. والميثود العادية يعني ممكن اعمل برضو get name مثلا، get name وليها وضع عادي خالص. يعني انا ممكن اعمل منها function عادية وfunction من نوع abstract. طب تعالى كده، هو انا اقدر اعمل ميثود هنا abstract؟ يعني انا هقول له مثلا برضو get info، هل انا اقدر اعمل كده؟ لا. طب ليه؟ لان الابستراكت ميثود ما تتعملش غير في ابستراكت كلاس. ابستراكت ميثود ما تتعملش غير في ابستراكت كلاس. طب انا برضو هستفيد ايه من الابستراكت ميثود؟ هقول لك، بس خلينا نفهم دلوقتي واحده واحده. اول حاجه ان في عندك حاجه اسمها الابستراكشن. ابستراكشن يعني ايه؟ الابستراكشن ده مفهوم من مفاهيم الـ OOP عندنا، بيعلمنا ان احنا ما ناخدش انستنس من الكلاس بتاعي. حلو. وبنقدر نعمل من خلاله ميثودز. ميثودز دي من نوع ابستراكت، اقدر اوصل منها للكلاس بتاعي. وكفايه لحد كده في الفيديو ده، وهقول لك التفاصيل الفيديو اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.